تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء في الحلقة الجديدة من المسلسل. عندما يتم طرد يلدز من القصر، قام هالت بالفعل بإلغاء الأموال الموجودة في حسابه وبطاقاته الائتمانية، وقد أثار ذلك حفيظة كارهيه. يضطر يلدز للذهاب إلى أمير، يعاملها بود وكرم ضيافة، يعطي جولدسوم يلدز الغاز، تأخذ شاهيكا فرشاة أخيها لمعرفة ما إذا كان يلدز هو ابن أخيها. وفقاً لنتيجة الاختبار، فإن يغيت هو بالفعل ابن أخيها، لكنها لا تخبر الصبي. يستضيف هاليت شحيقة وكايا في منزله في ذلك المساء كما اتفقا من قبل. تلاحظ زهرة اهتمام والدها بشاهيكا. عندما يذهب إندر إلى القصر في ذلك المساء، يرى هذا المشهد ويجلس على الطاولة. يتبادل هو وشحيكا الحديث مع بعضهما البعض، كما يتشاجر كايا وإندر أيضاً. تأتي ياجمور إلى المكان الذي تعمل فيه كخادمة لتلتقي بيجيت وتحاول التحدث مع الصبي، لكن ييجيت بعيد عنها. عندما يرى إرم إيجيت يعطي إيريم درساً في الرياضيات في الشركة، يرسل إندر ابنه إلى المنزل ويهين إرم بأدب. عندما ينسى إيريم ملاحظاته، يأخذها يغيت إلى القصر، وبينما يلقي المحاضرة على إيريم يصل ياجمور وليلى. يطلب كانر من زهرة الزواج منه. تقول زهرة إنها لا تريد الزواج. ينزعج كانر بشدة، وبينما هما يتحدثان تراهما ليلى، ولكن ليس وجه كانر بل السترة الجينز التي يرتديها، وتخبر أمير بذلك. يدرك أمير الأمر ويواجه كانر ويواسيه. تتحدث زهرة أيضاً مع ليلى. توشك زهرة على قبول عرضه عندما يقول كانر إنه يريد المغادرة. يذهب يلدز إلى الشركة في اليوم التالي ويريد التحدث إلى سيفدا السكرتيرة، لكن سيفدا قد سافرت بالفعل إلى الخارج، وتحاول التحدث مع هالت لكنه يكون قاسياً جداً تجاهها. تستمع كايا إلى يلدز التي تقابلها في الشركة وتعرض عليها المساعدة، وبينما يواجه يلدز إندر في غرفته تسمع كايا ما يحدث. تأتي شاهيكا إلى الشركة وتخبر هالت أن صديقاً لها لديه شركة ترويجية وتقدم له عرضاً. يغضب إندر أكثر عندما تأخذ وظيفة إندر منها. يتشاركان أوراقهما الرابحة. تخبر كايا شاهيكا بما سمعته وتنصحها بالتحدث إلى إندر أولاً ثم إلى هالت. وبينما هي على وشك الذهاب والتحدث مع هالت، تدخل السكرتيرة سيفيدا. تم تعيين سيفيدا من قبل شحيكا في المقام الأول. أرادت منها أن تتهم يلدز أولاً ثم إندر. تجبر هالت على الاستماع إلى تسجيل صوت إندر لجعله يصدقها. يطرد هالت إندر من غرفته ومن الشركة، حتى أنه قام بإخراجه من قبل الأمن. يفكر إندر في من فعل هذا به. يدرك أنه لا يمكن أن يكون يلدز، ويدرك أنه شحيكا. تذهب شاهيكا وهاليت لتناول العشاء في المساء. تتصل كايا بيلدز وتطلب التحدث معها وتخبرها بما حدث. تكون يلدز سعيدة، ولكنها لا تفهم سبب عدم اتصال زوجها بها حتى الآن. في اليوم التالي تذهب إلى القصر. يقول لها هالت في وجهها: لا يهمني إذا كنت بريئة، أنا لا أريدك، سوف نتطلق. تحزم يلدز أغراضها وهي تبكي. يعطي المحامي بروتوكول الطلاق إلى يلدز. يتحدث إندر إلى ابن زوج شحيكة السابق. يقول الرجل إنهم يعتقدون أن شهيكة سممت والدها. ليس لديهم دليل، لكنهم شبه متأكدين. لقد تخلصوا منه دون إعطاء أي أموال. يشعر إندر بالقلق ويطلب من الرجل التحدث إلى هاليت. يذهب إندر إلى هاليت ويخبره بالوضع. يتصل بالرجل، لكن الرجل يموت بنوبة قلبية في ذلك المساء. لا يصدق هاليت مرة أخرى، لكن إندر يصاب بالذعر أكثر ويذهب إلى القصر. يتجادل يلدز وإندر في القصر. يخرج أيسا مسرعاً من المنزل. وبينما تذهب شحيكة إلى القصر للتحدث مع إندر، تتصل بيلدز وتكذب بشأن إندر وتدعو الصبية للذهاب إلى القصر لمواجهة والدته. يتواجه إندر وشهيكا في القصر. عندما يأتي ييجيت إلى الباب ويتحدث إلى إندر بغضب، فتجده وقحاً وتطرده من الباب. عندما يتم طرد يلدز من القصر، قام هالت بالفعل بإلغاء الأموال الموجودة في حسابه وبطاقاته الائتمانية، وقد أثار ذلك حفيظة كارهيه. يضطر يلدز للذهاب إلى أمير، يعاملها بود وكرم ضيافة. يعطي جولدسوم يلدز الغاز. تأخذ شاهيكا فرشاة أخيها لمعرفة ما إذا كان يلدز هو ابن أخيها. وفقاً لنتيجة الاختبار، فإن يغيت هو بالفعل ابن أخيها، لكنها لا تخبر الصبي. يستضيف هاليت شحيقة وكايا في منزله في ذلك المساء كما اتفقا من قبل. تلاحظ زهرة اهتمام والدها بشاهيكا. عندما يذهب إندر إلى القصر في ذلك المساء، يرى هذا المشهد ويجلس على الطاولة. يتبادل هو وشحيكا الحديث مع بعضهما البعض، كما يتشاجر كايا وإندر أيضاً. تأتي ياجمور إلى المكان الذي تعمل فيه كخادمة لتلتقي بييجيت وتحاول التحدث مع الصبي، لكن ييجيت بعيد عنها.
عندما يرى إيرم إيجيت يعطي إيريم درساً في الرياضيات في الشركة، يرسل إندر ابنه إلى المنزل ويهين إيريم بأدب. عندما ينسى إيريم ملاحظاته، يأخذها يغيت إلى القصر، وبينما يلقي المحاضرة على إيريم، يصل يغمور وليلى. يطلب كانر من زهرة الزواج منه. تقول زهرة إنها لا تريد الزواج. ينزعج كانر بشدة، وبينما هما يتحدثان تراهما ليلى، ولكن ليس وجه كانر بل السترة الجينز التي يرتديها، وتخبر أمير بذلك. يدرك أمير الأمر ويواجه كانر ويواسيه. تتحدث زهرة أيضاً مع ليلى. توشك زهرة على قبول عرضه عندما يقول كانر إنه يريد المغادرة. يذهب يلدز إلى الشركة في اليوم التالي ويريد التحدث إلى سيفدا السكرتيرة، لكن سيفدا قد سافرت بالفعل إلى الخارج، وتحاول التحدث مع هالت لكنه يكون قاسياً جداً تجاهها. تستمع كايا إلى يلدز التي تقابلها في الشركة وتعرض عليها المساعدة. وبينما يواجه يلدز إندر في غرفته، تسمع كايا ما يحدث. تأتي شاهيكا إلى الشركة وتخبر هالت أن صديقاً لها لديه شركة ترويجية وتقدم له عرضاً. يغضب إندر أكثر عندما تأخذ وظيفة إندر منها. يتشاركان أوراقهما الرابحة. تخبر كايا شاهيكا بما سمعته، وتنصحها بالتحدث إلى إندر أولاً ثم إلى هالت. وبينما هي على وشك الذهاب والتحدث مع هالت، تدخل السكرتيرة سيفيدا. تم تعيين سيفيدا من قبل شاهيكا في المقام الأول. أرادت منها أن تتهم يلديز أولاً ثم إندر. تجبر هالت على الاستماع إلى تسجيل صوت إندر لجعله يصدقها. يطرد هالت إندر من غرفته ومن الشركة، حتى أنه قام بإخراجه من قبل الأمن. يفكر إندر في من فعل هذا به. يدرك أنه لا يمكن أن يكون يلديز، ويدرك أنه شاهيكا. تذهب شاهيكا وهاليت لتناول العشاء في المساء. تتصل كايا بيلدز وتطلب التحدث معها وتخبرها بما حدث. تكون يلدز سعيدة، ولكنها لا تفهم سبب عدم اتصال زوجها بها حتى الآن. في اليوم التالي تذهب إلى القصر. يقول لها هالت في وجهها: لا يهمني إذا كنت بريئة، أنا لا أريدك، سوف نتطلق. تحزم يلدز أغراضها وهي تبكي. يعطي المحامي بروتوكول الطلاق إلى يلدز. يتحدث إندر إلى ابن زوج شاهيكا السابق. يقول الرجل إنهم يعتقدون أن شاهيكا سممت والدها. ليس لديهم دليل، لكنهم شبه متأكدين. لقد تخلصوا منه دون إعطاء أي أموال. يشعر إندر بالقلق ويطلب من الرجل التحدث إلى هاليت. يذهب إندر إلى هاليت ويخبره بالوضع. يتصل بالرجل، لكن الرجل يموت بنوبة قلبية في ذلك المساء. لا يصدق هالت مرة أخرى، لكن إندر يصاب بالذعر أكثر ويذهب إلى القصر. يتجادل يلدز وإندر في القصر. يخرج أيسا مسرعاً من المنزل. وبينما تذهب شاهيكا إلى القصر للتحدث مع إندر، تتصل بيلدز وتكذب بشأن إندر وتدعو الصبية للذهاب إلى القصر لمواجهة والدته. يتواجه إندر وشاهيكا في القصر. عندما يأتي ييجيت إلى الباب ويتحدث إلى إندر بغضب، فتجده وقحاً وتطرده من الباب.